الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى ملك الدوان وقرآنك كريم كأكمدة وحؤاد وأماني نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ملو إلهي كأماني وحكم إذا إنه إلهي كتل ما من نبي إبراهيم إنه وها أمد إنه وها هجامية ديمد غف هرمودة ورول موردلة وخير كي يوناك لغاية ضيضه وتسالونا أكسن أمد دواء توحيد كان أبو إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. نبي الله إبراهيم إنه أمضها وأمضه هرمود توحيد كأي خير كأبو يراها أبو إلهي كأماني. الله عز وجل نبي الله إبراهيم وحكو أماني إنه امتحان كقاضي امتحان كلقى قاضينا نبي الله إبراهيم وكباس. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. مفسرين تو هذا الربط بكليه امتحان كاس حيابها النبي إبراهيم لقوا امتحاني، لكن خلاصة القول وحوي نبي الله إبراهيم إلهي وحكو امتحاني أوامر ينواهي حيابها ربي فاري إيو حيابه كرابي. خلاصة هذا الكو سيدا سكوصة الرية نبي الله إبراهيم وحي الله أمرين وكصوبح وحي الله قربين وكتين marku stage ka gaaray ee wixii rabbi faray uu la yimid wixii rabbi ka reebayna ka tagay wuxuu gaaray imaama fi diin qala inni ja'iluka lin-naasi imaama wa mid uu ku mutaystay imaama fi diin wa ana mid ilahay fi surati an-najmi ilahay uu ku tilmaamay wa ibraahima alladhi waffa ibraahim ki wixii rabbi u diray ka soo baxay ee oo fiyay waxa isku mid marka wa ibraahima alladhi waffa إبراهيم كي وحي إلهي أدري أوفيي وح أوفي وامتحان كي أيضا كلا شيكتي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن درجة أوجارين وحوي إمام في الدين إنه إلهي عز وجل أوجارسيي هو جامية ديمين أوجاري هر نبي جن اللي يقول هذا عليه الصلاة والسلام ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وحنكو وحيوني إن دين النبي إبراهيم هي طريقي سي وددي سي هذا غاد ومدين أن الأقول لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه هل كان سجال النبي الله إبراهيم وحيا بها النبي إبراهيم إلهي كو أماني وحاكم ذا إلهي كو أبا القذي إلهي عز وجل وحولي هاي وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين الدنيا ذا وحن قسين ونال آخرنا كوا وناكسن أن دورني بكمديه مفسرين توحي إليه قاركود وناك النبي الله إبراهيم إلى هؤلاء الدون كان قصير وآتيناه في الدنيا حسنا وناك النبي الله إبراهيم الدون كان قصير وحي إليه والله بشي شيء كوباد وأبض يعرور وناكسن ويعرور في عن أصالحين وأهل التوحيد ومركز دمت تكوسوا الدعية إنه إلى هؤلاء رزاق وناكوي وآتيناه في الدنيا حسنة أرور ونكسم شيء كلا النبي الله إبراهيم لسيي وحوي ثناء حسنا ومد إلهي كبري واجعل لي لسان صدق في الآخر إله أدو مضى نحضوضة وناك إيا أمان إيا خير إله نحضوضة إلي مرك النبي الله إبراهيم أبد ونكسن وصالحين أنا إلهي وسي أدو مضى نحضوضة أمان إيا درجو إلهي أولي هل كوحان كقاضنين ولا ليا قفكو إلهي درته دو حقتكو وهوال إنه إلهي كنت يعين انت إلهي درتي وحوقتك تو فوسيك أوف الله عز وجل إلهي درتي انت زيني سجديس أما إلهي درتي أدبين سجديس أما إلهي درتي أدربي سجديس أما إلهي درتي وحكى له حاران أد سجديس إلهي حاران تقو باهن مهي إلهي كنت يعين مهي إلهي وحوكو سينيا وحي سجدرتي أدو ديسي وحكى خير بدن إلهي كسينيا من ترك لله شيئا عوضه الله إلهي درتي قفك وحدايا عوض خير غضا إيا بدل كوناكسن
أيوه إلهي سيا نبي الله إبراهيم خليل الرحمن لولكي وكل شيء وكوكري وعرا مركو كهجروذي أهل كي يوطن كي لبضبا إلهي وحي وقبدلي لولكي وكتغي لولك خير بضن عراق وكتغي الشامبا إلهي وقبدلي ومهاجر الأنبياء وإلهي وكتل مامي في سورة الأنبياء إلى الأرض التي باركنا لولك اللبركي إلا شيء نبي إبراهيم مهاجر الشاموي dulka iraaq ee uu ka haajiray dulka khayr badan buu ilaahay ugu bedelay dadkii uu ka tageen dadka khayr badan buu ilaahay ugu bedelay markuu dadkiisa ilaahay darti uga tagay diintiisa ay kula dirireen arur anbiya oo saalihiin oo rusul ayu ilaahay si wada macna qowlihi tabaaraka wa ta'ala falamma atazalahum wama ya'buduna min duni illahi wa habna lahu ishaqa wa ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya marku ka dheeraaday dadkii Iraq deganaa iyo shirkigay ku jireen iyagii waxay caabudayeen markuu ka dhaxbahay Ilaahay wuxuu u habnaa lahu Ishaaq wa Yaquub wa kullan ja'alna nabiyya dadkii uu ka tagay dadka fiican baa la siiyay dhulku ka tagayna dhul ka fiican baa la siiyay adigu naftaada ma ka adkaan kartaa oo Ilaahay darti waxyaabahan lagu imtixaanay waayo Ilaahay adoomada uu imtixaana mararka qaar kood waxa dhici karta in lagu imtixaano waxyaabaha qaar kood لكن أذوق إلهي درت وحيابها موجتي كرتها وحن قصدا كقاضي نوال عليال إن عرور ونعكسن الوجود ذا لقيمها إلى ذا تربية عرورته إن الوجود ذا له إن يتهم مسؤولية آدوين حل والد كسارا نبي الله إبراهيم ملك في سورة البقرة أي إلهي كو أمان عز وجل تربية ونعكسن عرورتي سوق موجتي النبي الله إبراهيم وحقدر دار من نبي الله إبراهيم عرورتي سي توحيد كين يكون دجان kadibna nabiyullahi yaquub oo awuhu waha ayaa u dardaarmay caruurtiisi inay diinta ilaahay ku dhagaan wa wasa biha ibraahim bani wa yaquub ya bani inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun milladaas ama diinta aayadu ka soo sheekaysay wa man yarghabu an millati ibraahim ba hu raisi ya ka jeetsanaya diinta nabi ibraahim oo nacaya markaas ilaahay yiri millada laga soo sheekeyay ibraahim ba caruurtiisi u dardaarmay wa yaquub yaquubna wuu dardaarmay mid walba caruurtiisa wuxuu ku yiri ya bani in allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun ilahay diintan uu idin doortay oo ku dhalateen waxaan islaanimahayna ha ku dhimanayna qofku isagu ma awoodo oo naftiisa qasab uma awoodo islaanimo inuu ku dhinto laakiin qofku shayga uu ku dadaalo ee noloshiisa uu caado uga dhigo ayuu qofku ku dhintaa waxa uu ku dhintay baana lagu soo bixiyaa sida nabigu uu calayhi salaatu wasalaam yubcathul abdu ala ma mata alayhi taasuna nabiyullahi yaquub geeridu markay ku soo haadirtay diinta saxda ee tawxiidka ah ayuu isna caruurtiisa u dardaarmay markuu dhimanayayba caruurtiisa isugu yeeray si uu u imtixaano bal diintii saxda ahayd iyo tawxiidkii saxda ah inay haystaan oo uu ogaado shayga uu uga dhimanayo diinta uu uga dhimanayo halka waxaan ka qaadanayna walaalayaal subhanallahu waxa cajiib ah nabiyullaahi yaquub caruurtiisa markuu uga dhimanayo maxaa akoonka idinku jira muuna dheh waa sax qofku markuu dhinta caruurtiisa xooluhu uga dhiman lahayn uu ka fikiray way wanaagsanta laakiin shayga mudnaanta la waxa weeye markaad dhimanaysid inaad ogaatid caruurtaada diinta aad uga dhimanaysid iyo dhaqanka aad uga dhimanaysid iyo akhlaaqda aad uga dhimanaysid shayga muhiimkii shayga weeye taas walaalayaal muhiim nabiyullaahi yaquub u fiirso am kuntum shuhadaa id hadara yaquub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di waraniga dabaday hadaan dhinto maxaad caabudaysaan buu ku yiri u fiirso wa dhalinyaro ama wiilal ama caruur lagu barbaariyay iimaan iyo tawxiid qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha abaa'ik ibraahima wa ismaaciila wa isxaaqa ilaahan waaxida wa naxnu lahu muslimuun ilaaha qura eed adigu caabuday adiga ku soo diray ee ismaaciil iyo isxaaq iyo dadkaa soo diray ilaaha qura baan caabudaynaa bay dhaheen sidaas ilaahay taa walaalayaal waxaan ka qaadanaynaa in waalidku uu dareemo mas'uuliyadda ilmihiisa ka saaray xilka ilaahay uu ka saaray tabaaraka wa ta'aala waad ogtihiin nabigeenu sallallahu alayhi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyatihi dhammaantiin mas'uul baa tihiin wixii ilaahay uu mas'uulka idinka dhigana wuu idin weydiinayaa wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam arrajulu ra'in fi ahlihi ninku wuxuu ka yahay mas'uul gurigiisa inta waxa kale la gaarin iyo mas'uuliyadda kale ummada ka saaran gurigiisa reerkiisa mas'uul ka yahay taas nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxa waajib inagu walaalayaal caruurteena tawxiidka iyo caqiidada wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan inaan u laqino oo ku rabayno
مكارم الأخلاق يقيم كإسلام كأوليها عرتين إنهم كره بينه قرابة حجرين تينهم كره بينه مساكين تيادات كتبالي سنين لوجر قارينهم كره بينه خرم تين لوجود دالينهم كتر بينه بلنت تين لوفيينهم كتر بينه دت كواوين إلا احترامه ولا قدريه عرتين إنهم كتر بينه جار كي يدرس كإن لا احترامينهم كتر بينه تقديم عمل التطوع للمجتمع بلشدة يعني community services أما بلشدة شغل الله قبطه قف كدنت جودين وكشغيو أو مضوع عوي أو قش إنك وطريقة كجوره أو دلك تبع لسان وحتره أو أقون تقوه جرجارك لكن كنوع سكلا إسلام كون لفري النبي جاني لي من عليه الصلاة والسلام المهنة كتر بينا واجب النوى حكروا إن سارا المهنة حلال إنهم قوذنوا آد بحارنتي وبضتي وحنا ندعو قتام ولا ليال إلهي عز وجل إرزاق ليس قيبيه سيدا أجش ذاتك وقيبيه أي إرزاق ذاتك وقيبيه وحنا ندعو قتام بركة إيا وناك وحو كجرا وحي حلالة هبا يراته لبعت ذا إيا بلا يذن وحي كجرا إيا بابه حارانته هبا بناته سيدا إلهي عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث شيء وناكسن إيا شيخ المصنة سكست أبو ليا ابتدوها كوع عجبيه شيء خبيث كأه حن فربني ذي سوها بكوع عجبيسه إن الملك المهن حراش قوذن هل هو سكست أضو دكست أمرت سكست أض بين وشيكتيد سكست أض ودخل تن رزق وجر هذا سيد مرنا به الميسد وحن إلهي كوع قرن وحكلو دوقتا سكست أض حراش وجو جابستيد أضو دور صوناتيد أو طريق حلال وحجور هذا سيد وحي ربي كوقري مرنا بكو ايميس مركا هادي وحي الهي كوقري اذن طريق حلالة حرانا مرنا بكو هلينين حلاشينا اذن كو ايينين حلاشنا اذن كو ايينين وح ربي كوقري طريق حلالة هو ولكسن كو قابسه وحكو الرهاد ورميتو النبي قانو تلمامي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي بأن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب جبريل باوح وقلب جيجا وحي يوذي نفنا إن لمن إن أدونك إلى أيك قاضة توحي ربي أقري سيدا دراد فاتقوا الله وأجملوا في الطلب والإله كبقوا طريق حلال وحكدوا نقوله النبي عليه الصلاة والسلام ولا ليال كونكشن أما حرير أرق باكد حيا المهر نغن كيسة أخلاق ذيسة مستقبل كيسة دنبه يوحي لقسو كري إنو كد حيا واحد كقران إيسا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مركو لها حديثي في صحيح مسلم مركو النبي لها عليه الصلاة والسلام قفكي ثم ذكر رجل يطيل سفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له قف يعني وحوي إلهي بريو يا رب يا رب له مقع ربنا وأسماء إلهي ودعوه ذي بريضه ذا أغبره مركو الله بريو صدق قرآن كريم قال لك فهمي marka waxaan fahmaynaa ilmaha waxa uu ku koray nolosha uu ku soo koray halaal iyo haaraan inay ahayd waxay impact ku yeelanaysa waxay saameyn ku yeelanaysa mustaqbalkiisa dambe noloshiisa dambe tafiirtiisa dambe ayay saameyn ku yeelanaysa aan ku dadaalo walaalayaal halaasha haaraantan hal iska ilaaliyo al-hafid ibn kathir markuu fasiriyo fi qawlihi ta'ala wa amal jidaw fa kana li ghulamayn yatimayn fi al-madinati wa kana tahtahu kanz lahum ayadas إلهي عز وجل قصدي نبي الله خضر نبي الله موسى يخضر وإلهي إنه جور رمي مركو كور رمي وحوش آيات وحي دليل أطهاي نينك وناكسن صالحة وناجيسا مركو ننتو إن إلهي أبد كيس وحفظه عبادة ليس هي خير كأوصامينا ينا إنا كم وغندون تو عرورتي سي تفيرتي سدنبه سأسأله الحافظ المكثير عبد الله بن عباس رضي الله عنه وحليه حفظ بصلاح أبيهما لبضع عرورتها إلهي وحو كحفظي وناجي أبوه الضيء وبحصده وناجي أبوه الضيء وبحصده شقضا ما أنت عنها إنه وارد أهان وحا إنه كشقين إنه لغن كأن كل رغم إنه وحا يستامين كو يرانا إسا عرورتها إنه مستقبل كود إنه كفر سنة مركني ولو ما أنت إسوه دي محاد كشقيسا محاد كو بيش عرورتها سيدر لغت عرورتها محاد شاكت عرورتها تاس ولا ليلوا مهم إنه إسوه دينا وليبا رنتي نيروبي نيروبي دي هرماها اسلي دي هرماها آد بو فاليوس كي يدغن كي سوبة دلي ساقاشانات كي قف كي جوغي هالكم وقرانها يسيد حالكوها اي امدو سيدي فاليوس اي قيم ايو الله هذه اخلاق
iyo maanta xaalkeenu siduu noqday waxa xafada muslimiintu halkan ay ugu badan yihiin waayo ay u noqotay xafada ugu wasakh badan waxa xafada ay muslimiintu ugu badan yihiin waayo ay u noqotay xafada ugu gangster iyo saaqid badan inagu muslimiin aynu dib isugu noqono walaalayaal ilaahay wuxuu leeyahay sunan sunanka hadii la garab maro oo adoomadiisa uu ku maamulo oo si khaldan loo dhaqmo sunanka dadka khaldan baa ku qabanaya haddaad si fiican u dhaqantidna sunanka dadka wanaagsan baa ku qabanaya ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به إن المسلم تهيئ كليه ودسك شيء قد كليه كم في الله إلى هنا كان كأقول يا جيا أي نوح بدن تبي سوء نقل وحنا كسوء قبل قبيلة يا قصة عجيبة نن خلفاء عباسيين تكمل أيام وحوي من العلماء دي ووينيد وقت جاء شرين نكمل وحقول شيخه وحنا كاربا وحيابه أضواي أرجع وهذا دسوا شوكتي إنت هالنوارد وحيابه كورة يا بنا ميت كم إذا نادي شفت وحيابه دسوا شوكتي كورة عجيب سنة ميت كم إذا نادي شفت بن ربا وحول شيخي وحيابه إلى يا بنا وح كم إذا وح نسوق قاري عمر بن عبد العزيز خامس خلفاء الراشدين أيان نسوق قاري إسقى سرير تسارا وإل جريال وسكرات كهيو ذلك هريه ستبنا أيوة حيكون هن عمره أفقرت أفواه بنيك من هذا المال حولها الدولة هذا خليفة المسلمين تها عرورت هذه نجاتة ولا ما أنا يعني قصندي يا أكونك الدولة أنا عرورت هذا واد كأف قبطي ما أنت أنا يجو شلن أنا أكونك هذا كتير بتكلم ما أنا يسا حتى ذا ويانس وحول عمر بن عبد العزيز بالعرورت هذا الله يسان يسوع قري وحول يا شيخ وحن جوب جوجها دور يتبون ويل oo umar u dhalay baa loo soo galiyay oo hal mid oo qaangaar uu ku jiray hal mid oo qaangaar uu ku jirin markuu arkay 12 caruur oo isuma qada ah oo hal mid oo qaangaar uu ku jirin ayuu umar ibn abdul aziz naxariis ilintii uu ishayn waay ilin ba ka timid markay ilintii ka timid ayuu la hadlay iyaga wuxuu yiri ya baniya wiilashaydiyo والله ما منعتكم حقا هو لكم إله من قدرته حق الذين إذن مدود سينين إذن ما لدود سينين وحق الدولة كلها إذن إذن كمان أفقبنن حول الدولة كلها إذن إذن كمعنن ولم أكن بالذي أخذ أموال الناس فأدفعها إليكم سيدوك لي ددوينها حولها هذا حولها الدولة إذن كفرق ما يو إذن سين ما يو تانها كتنا جنن مدك الوحيد وإنما أنتم أحد رجلين لبم منهم بعض نقانيسان لبم منهم بعض نقانيسان أنا وهذا أنت إما صالح مذ ونكسن وطريق إلهي راعة كاسيما بهنا وايا فالله يتولى الصالحين إلهي با أمور تستولينا إياه ومل ونكسن مرنا إياه وإما غير صالح يمضان في عينين فنعطيه من مال المسلمين ما يستعين به على معصية الله كأن في عنان إعيال سوق نغضة حولها مسلمين توحوا هل وكتنته أو كعياره وقدم المهي مركا كينا في عنا إيما باهنا كينا حنا حولها دولة سين مهي أرين تواب الله بضاس وحول الشيخي مدكدب مركا ويلشي كوراني ووين أذن عمر بنتي ولقد رأيت بعض ولده حمل 100 فرس في سبيل الله الله أكبر وحن قبت شوه وهابر ويلشي أو كوري قار كود ومد كم مذيه بقل فرس عين الجهاد وصعد وكتا كلية وكسر قيست بقول فرس صباح الله يا بلما حقيقة كان المعمر بقى وقعد انت وقمان ايمان وهذا الكيسي اها كينا وناكسن فالله يتولى صالح تاسا ولا ليا للربا ما انكين انا انجلنو ما انكين انا انجلنو صح انا دي سويتي سويتها عرورت هذا حول هذا وقعد ايمان يساوى مسؤولية انا دوش قيسي دويتها لكن وحا كم مضان انا دي سويتي سعرورت هذا مركات كلمة نيسيد اخلاق ذو دي دين تودو سيدي بيتها أخلاق ذي الدين تدو سيدة بيتا تاسع الرب أولا ليالينا أن كفك الرب سلف كأني صالحها يا صحابة دي يا طريق أنبيضنا كاسوها نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، اللهم اهدنا بهداك وأغننا بفضلك عمن سواك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وأقم الصلاة.